بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا فيكم بحدوتة رمضانية بعنوان واجب المسجد الأقصى. الفترة الأخيرة وخصوصا في هذا الشهر الفضيل صرنا نشوف دوما مشهد بتكرر عنا، اللي هو دخول اليهود على المسجد الأقصى. قبل ما أتكلم في هذا الموضوع وأسباب تكرار هذا الشيء، كان لازم أنه إحنا نلفت النظر لنقطة معينة، هي أنه أخطر إشي إحنا في علاقتنا مع ربنا كنا زمان نحكي عنه وبنركز عليه، انه هألف انا وجود المعصية. اذا ألفت وجود المعصية مشكلة، اصبح المرض مستفحل خلص، يعني صعب جدا علاجه. لكن طالما انا بنتفض وبتوب، واصلا بشتغل بشهر رمضان عشان احقق التقوى واني اضل اتوب واجدد العهد مع ربنا لكل ذنب لكل معصية انا كررته، واضل على طول مستنكر لهذا الذنب، طالما انا في امان، طالما انا مش رح اضيع ومش رح اغرق. لكن في حال ما أنا استمرأت وحبيت وقلفت الذنب، هون بداية الهوية وبداية الضياع اللي ما في منه قومة. لذلك دايما لما نحكي لحدا أو تائب جاي ببكي أو بعيط أو بقول إنه أنا مثلا ضميري بأنبني، مش عارف، أنا كتير مستاء، هذه علامة الضمير الحي، ممتاز، هذه علامة إنك أنت لسه الروح فيك موجودة ومشتعلة وكمان فعالة. هيك بالضبط اللي بيعملوه الاحتلال معانا في المسجد الأقصى المبارك. في كل سنة بيكرروا نفس المشهد، بدخلوا على المسجد الأقصى لا يشوفوا شو ردود الفعل. مرة بدخلوا بيأدوا الصلاة التلمودية تبعتهم، ومرة الصلاة الصامتة، ومرة الصلاة العلنية، وجديدنا صاروا يدخلونا بقرابين وعجول على المسجد الأقصى لا يشوفوا ردة الفعل. إذا تحرك المسلمون هيهم رجعوا، إذا استمرأوا الموضوع وقلفوا وجوده، هاي إحنا دخلنا وبلشنا نعمل في خطة مساوية لخطة المسجد الإبراهيمي في الخليل اللي قاموا بتقسيمه زمانيا ومكانيا عن طريق خطوات خطوات. يعني كلياتنا بنعرف إنه الاحتلال على مدى التاريخ بيكون له هدف نهائي، بيكون له هدف مرحلي. الهدف النهائي هو هدم المسجد الأقصى طبعا، ولم يبنوا فيه الهيكل المزعوم حسب روايتهم، والهدف المرحلي هو هاي الخطوات اللي هي اللي بتمشي بشكل تدريجي. بدخل اولها العدو زي ما حكينا، بصلي صلاته التلمودية اللي بتعود هو انه يصليها، او بصلي صلوات الصامتة او العلنية شوي شوي لما يشوف، او يدخل قربان لما يشوف ردة فعل المسلمين شو هتكون. ومثلو زي ما نلاحظ كمان انهم اليهود بيقدروا اصلا يطلعوا كل المسلمين من هذا المكان، لكن هم بخافوا من التعاطف من مع العالم الغربي معاهم، لذلك بتلاقيهم حتى شوي بشدوا حتى شوية بخفوا عن الوضع. لكن سبحان الله، المسلم الحق في هذه الأراضي اللي فيها المرابطين، اللي فيها الناس اللي ربنا اصطفاهم، اللي فيها الناس اللي ربنا اختارهم، اللي فهموا شو يعني قيمة مسجد الأقصى. للأسف أول ما يدخل احتلال بلد بحاول يهدم شغلتين، الشغلتين هما القدوات، يشوه أي قدوة بتطلع، هي وظيفة، لأن لما أشوه القدوة بصير بلا قدوة. إذا صاحب القدوة عمل هيك، إذا فلان الفلاني عمل هيك، وهذا شهدناه بالمرحلة الأخيرة، تشويه غير منقطع النظير بكل شيء اسمه قدوة، سواء كان معلم أو داعية أو شيخ أو محفظ قرآن، أي قدوة ممكن يقتدى فيه أو أيقونة في البلد، لازم يسعوا لتشويهه أو للإيقاع به حتى يقولوا شوفوا هيو، إذا هذا صاحب هيك بيعمل هيك، يبقى إحنا من باب أولى نعمل إشي تاني. للأسف مع أنه كل على نفسه بصيرة وكل يؤخذ منه ويرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما فيش إنسان معصوم. لكن هذه الخطة، الخطة الثانية الشغل على حرمان أهل البلد من المكان الديني المقدس. ليش؟ لأنه زيارة الأماكن هاي بتعمل لشيء، في شيء اسمه النمو الروحي لدى الفرد. يعني الفرد مش جسد، الفرد روح، فلما تنمو الروح بيزيد كل إشي عنده، بيزيد إقباله على إعمار الأرض، بيزيد إقباله في علاقته مع ربنا، بيزيد إقباله على الرغبة في الجنة. فهذا الشيء هم ما بدهم يوصلوا له، هذا الشيء وين بيجي؟ احنا بصعوبة لما نوصل لمسجد الأقصى، بصعوبة لما بدها الناس تحج وتعتمد، بصعوبة لما بدي أنزل على المسجد الإبراهيمي، وإن كان هو يعني مش مثل اللي جبتها من أول الكعبة والأقصى، إلا إنه أيضا تمارس عليه نفس الطقوس في التفتيش وفي
المضايقة على الناس، وإنه فتح الأبواب مرة واحدة كل أسبوع وهذا الكلام، وتقسيم المكان طبعا، المكان هم أهل المكان. فهذه الخطط لازم نكون إحنا مقدرينها وواعيين فيها، لأن الإنسان ما بصير إنه يجهل بتاريخ مثل هذه المعالم ومثل هذه الخطوات اللي سنويا بتنعمل وبتنتهك. طيب شو واجبي أو واجبنا كلياتنا نحو هذه الأمور اللي بتصير في المسجد الأقصى؟ واحد، الأمل بنصر الله، مهما صار مهما صار لازم يضل في عنا أمل بنصر الله، لأن رب العالمين وعد إنه يستخلف وينصر الأمة، هاي الأمة. اثنين، الدعم المعنوي والجهاد المالي ومد العون بشتى الطرق. كذلك البعد عن المعاصي والذنوب، لأنه أنا ذنبي أحيانا بكون سبب في تأخير النصر. ويا ريت نحفظ هذه الجملة، ذنبي أو ذنبك أو ذنبك أحيانا بكون سبب لتأخير النصر، فما نضل نحكي ليش ربنا مأخر النصر علينا وليش لهلأ ربنا ما نصرنا. كمان نحتاج إلى إنعاش الحركة العلمية التربوية في قضية تفهيم الأولاد ومعرفتهم قيمة هذا المسجد الأقصى والبطولات اللي جرت على هذا المسجد. كيف إحنا دائما بنقول إنه شهر رمضان شهر الانتصارات، شهر رمضان الشهر اللي صارت فيه أكثر الغزوات والمعارك اللي انتصروا فيها المسلمين، كانت في في أول سنة بصوموا فيها كانت في رمضان، كان فيه غزوات مثل بدر ومثل موقعة حطين وعن جالوت وغير هيك من الغزوات، اللي أكثر من 12 غزوة ومعركة كانت طبعا الانتصار فيها إما بشهر رمضان أو بشهر شوال. ليش؟ لأنه أصلا شهر رمضان هو شهر الانتصار على النفس، الإنسان بينتصر فيه مش بس على نفسه ولا بس على عيوبه، كمان على الصفات أحيانا اللي بتكون فيه اللي بسموها الصفات الإبليسية أو البهيمية، حب الحياة وانتزاع الحياة من براثن يعني الدنيا، وإني أنا بدي أعيش وبدي ألبس وبدي أبني. هون لما نلقي نظرة على المسجد الأقصى المبارك في ظل هذه الأيام، في ظل هذا الهجوم عليه، ونشوف منظر المصلين وهم بيصلوا وبروحوا وبيجوا والمرابطين رغم كل هذا الكلام وبيعتكفوا، هون بنفهم معنى كلمة الأمة التي اصطفاها الله، الإنسان الذي انتصر على نفسه. مستحيل ينصر الأقصى إنسان مهزوم، لأن فاقد الشيء لا يعطي. فكل إنسان حاول جاهد أنه ينصر الأقصى، سواء كان بالرباط فيه أو سواء كان بالإعداد المعنوي أو المادي أو النفسي أو علاقتي مع ربنا أو أني أبعد عن المعاصي أو أي نوع من أنواع الدعم لهذا القيمة، لهذه القيمة الدينية الرائعة في حياتنا الموجودة، هو إنسان حقيقي انتصر على نفسه. نصر على النفس بده جهد، ببين فاقد الشيء لا يعطي، ما بيروح على الأقصى إنسان مهزوم، أكيد انتصر على نفسه لحتى يروح. وإحنا في شهر رمضان أصلا هو شهر الانتصارات. إحنا يا جماعة بعض الناس منا في شهر رمضان يعني لما يجي يخاطب أولاده أو يجي يخاطب حدا شو بحكي له؟ ما هو صايم معلش خليه نايم، وبيقضي نهار نايم، أو معلش ما هو معصب ما هو نايم راسه بيجعه. طيب وهدول الصحابة اللي راحوا جاهدوا وهم صايمين في صحراء مسافات طويلة وهم صايمين، لا كان يصيبهم وجع راس ولا كان يصيبهم ارتخاء، ولا كانوا ينتقلوا من مكان لمكان ويقولوا احنا صايمين ويأجلوا الدوام ويأجل العمل وكل شيء بعد رمضان. لا جماعة، لازم نحط النماذج هذه أمامنا، لما نحط النماذج هاي أمامنا بنصير مثلهم. لكن لما أنا أقنع نفسي إني أنا بدي أتكاسل بشهر رمضان وبدي أقضي شهر رمضان نوم، وأصلا في شهر رمضان بحبش حدا يكلمني، وفي شهر رمضان أنا لا يعني لم نكن نعرف الصيام حق المعرفة. الصيام يخلق الإنسان من جديد، الصيام يرتقي بالروح، الصيام يؤدي بالنصر على النفس وبالتالي نصر في ساحة المعركة. هيك بنكون وصلنا لنهاية هاي الحلقة، على أمل اللقاء فيكم بحلقة جديدة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.